تتواصل أشغال مشروع جامع الجزائر بوتيرة متسارعة، تتطابق والرزنام المسطرة. المحراب التحفة الفنية التي تعكس الحضارة الإسلامية العريقة شارفت على الانتهاء. أشغال ماشية بالوتيرة اللي كانت مسطرة وهي محترمة الرزنامة، إن شاء الله نبقى بهذه الوتيرة اللي تسمح لنا أن فخامة رئيس الجمهورية سيعلن على استلام هذا الصرح الكبير اللي يزيد من مفخرة لنا من ناحية العمرانية ومن ناحية الثقافية والناحية السياحية، ويزيد جمالا لولاية العاصمة إن شاء الله. يشهد الصرح الديني آخر مراحل إنجازه بعد الانتهاء مؤخرا من عملية تبليط مساحاته الداخلية وفضاءاته الخارجية، كما زينت باحاته بنافورات مائية أضفت جمالية خاصة ليجمع الجامع كل الدلالات الحضارية الإسلامية والعربية. حقيقة أنه عمل يشار إليه بالبنان، وسيكون لهذا الصرح الرباني الكبير أثر في قضية تشجيع السياحة العربية والإسلامية للحضور للجزائر البلد المضياف. مهمة تكميلية تقع على قطاعات والدوائر الوزارية التي سوف تستلم هذه الهياكل وسوف تبث فيها الحياة، حياة السياحية التي أشار إليها مع الوزير، الحياة الدينية في المسجد ومرافقه، الحياة الثقافية والعلمية والتبادل الوفود العلمية والمفكرين. وسوف يكون يوم تدشينه الذي سيأذن به فخامة رئيس الجمهورية يوم عيد للعالم العربي والإسلامي. وفي انتظار أن تكتمل معالم جامع الجزائر بكل أبعادها الفكرية الحضارية الثقافية الاقتصادية والدينية، تتكثف الجهود حرصا على تسليمه في أقرب الأجال.